في زمن المساومات على قضايا الأمة لا بد من وقفة تصرح بأن الثوابت غير قابلة للتغيير. أهم هذه الثوابت قضية فلسطين وحق شعبها في الحياة على أرضه. وعلى أبواب انعقاد ورشة البحرين الاقتصادية، أصدر جمع من علماء الأمة في مدينة اسطنبول بياناً رافضاً لهذه الورشة وما ستؤدي إليه. بالنسبة لصفقة القرن، أصحابها الذين خططوا لها وسعوا لها ما عرفوا كيف يمررونها عملياً إلى الآن، ولذلك الخطوات العملية لرفضها هي بعدم المشاركة فيها ومنع الناس من المشاركة فيها وعدم خروجها لفلسطين من فلسطين، لأن المقصود هو تطبيع العلاقة. ممثلون عن الهيئة العلمائية من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق شاركوا في صياغ بيان التحذير من ورشة البحرين، وتضمن عدة نقاط أهمها أن فلسطين بكاملها وقف إسلامي لا يجوز بيعه أو عقد أي صفقة مع العدو الصهيوني. وإن علماء الأمة أفراداً ومؤسسات يتابعون ببالغ القلق والأسى ما تتعرض له الأمة من التفرق والتمزق والاحتراب الداخلي، وما تتعرض له قضية القدس الشريف والأرض المباركة فلسطين من مؤامرات واضحة ونيات كاشفة، بل خطوات عملية فاضحة، حيث اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتسعى لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن. وأكد العلماء أن المشاركة في ورشة البحرين حرام شرعا ولا تجلب نفعا لأحد، وما هي إلا مزيد من الضعف وفقدان مقومات الصمود والوجود. لذلك نحن كعلماء نريد ونبلغ جميع المظلومين من المسلمين وغير المسلمين على أن يكونوا مع فلسطين وأن يكونوا ضد الظلم الذي الآن يعيشه الفلسطينيون وضد الاحتلال. وتوجه العلماء ببالغ التحية إلى جميع الدول والجهات التي رفضت المشاركة في ورشة البحرين، خاتمين بيانهم بالتأكيد على أن الحقوق لن تضيع بالتقادم ولا تفسدها العقود الباطلة طالما أن في الأمة عرق ينبض. هنا حيث يضيق المكان عن كل الحلول والتأويلات ولا يتسع إلا لكلمة واحدة، لا لصفقة القرن، نعم لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة ولا مؤجلة. فاروق شريف، الرافدين.